السلام يا زميلي، جيسبيغ تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راحنا في موريال كما كتشوفوا، ان شاء الله نضربوا دويره خفيفه في ري سان كاترين من اكبر الشوارع في مدينه موريال. يلا خليكم معنا. Place des Arts. اليوم شوية الجو مغيم، كاين شوية ديال الشتا، مي سا مامبيش با نديكم معايا في واحد الجولة في شارع سانت كاترين، هو من أكبر الشوارع في مدينة موريال. سيغ ما يكونش ايفينمون في هاد البلاصة هادي. هاد الشارع هدا فيه بزاف ديال لي بوتيك، ديال لي غيستوران، حوايج، فيه دي مول. يلا خليكم معانا اكتشفوا جميع. كي ديال الانيماسيون كتلقى موسيقى دينا في الشارع. هذه هنا هي كنيسة، نزوم عليها. ممكن تاخذ هادو كيتكراو، كتكريو هنايا ومن بعد تمشي كتحطهم فواحد البلاصه اخرى. يعني كاين بزاف ديال البلايص في كالاتش.
هذا سنتر كوميرسيال كيتسمى سنتر ايتن، كاين في شارع سانت كاترين، نضربو فيه دويرة ونشوفو شنو كاين. زاد لي ماغازان كاع لي مارك كوني كاين هنايا، نطلع الفوق شوفو شنو كاين. C'est sur place de la restauration qui est le restaurant. Il y a un espace de jeu. دخل واحد اخر هذه لو سونتر هنايا، فوت لوكر، هاد فوت لوكر ديال الحوايج ديال سبادغي نايك اديداس سايمز تساوي لا ميم شوز ديال الحوايج. ها هنايا
Oh,